التراثية في تبوك أكلات شعبية وياي العصابة كلهم. إخواننا شباب تبوك مهم قصرين معانا ما شاء الله مجلس طيب. وهاي شباب الفرد اليوم بعد مهم خلينا أستاذ ناصر الخريصي مدير عام هيئة السياحة في تبوك هم بيغدينا بس مو ربيان اليوم. هين يا وقت الغداء هنا البداية ومن ثم نذهب جو. ما شاء الله ما شاء الله شو يعني الجو هذا مع نسفة أحمد شو فعلا أوه يا مال الآن الأكل الله يكرمكم يا هل تبوك الله يحفظكم إن شاء الله من عقب هالأكل الطيب ها أبو خالد صح وهلا طيبونا بذا البخور الحلو مو عقب العود ما في العود هالكلام ما يمشي قاعدين أيوب الشطي الله عمي هذا ما شاء الله عليه بعيون زرق نكشخ فيها السوق حبيبي يا عمي ليش تبكي؟ الفنان أحمد سلمان عقب الغداء صار حبابة نجمعهم مع احترام لك يا أبو فهد الكذب ما له داعي أن من الأشياء الحلوة اللي شفناها بهالقرية السوالف القديمة وهالجدور ها شغل عدل والله ما شاء الله والقهوة وزيدوها عند العزيمة ما شاء الله في هالقرية تراثية شغلات حلوة وجميلة من عبق الماضي وكلها بتبوك في القرية التراثية بتبوك قواهم الله كلا يا أستاذ ناصر يا أبو أحمد على هالوليمة الطيبة وهالمكان الحلو والله إن شاء الله يسعدك وعيالك يا أهل تبوك يا أهل كرم الخير الله يحفظكم يلا يلا عشان أوصلكم يلا أبو يلا يلا قبل ترى والله بحلك بالقطرات أمشي عليكم طبعا احنا في احدى العربات وفيها عرض هذا في كله بتبوك عندهم هالمتاحف وهالشغلات الحلوه ها ما شاء الله عليهم اهل السعوديه احنا الان متواجدين في متحف السكه في كم عمره هذا المكان هذا 110 اعوام الله اكبر القطار الحقيقي كان مسوين عشان الحجاج يربط من اسطنبول للحجاز شغل عدل طبعا الجزء الاول كان اكثر 1900